اليوم الحملة كانت بمدى الجزائر، والحمد لله والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. الحملات دائما مدى الجزائر تكون فيها اقبال جيد يعني، فنحاولوا ديما نكرروا فيها في الميدان. لكن عندنا تعاون مع حتى المجالس البلديات، بلدية بوسليم على سبيل المثال، مجلس بلدية طرابلس، بلدية سوق الجمعة، اكثر من بلدية نتوجهوا نقيموا في حملات داخل البلديات. هذا اليوم بالنسبه لي هذا يوم عظيم، وانا كنت نتمنى يعني ندير الفعل الخير كما وصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث النبوي: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فهذا التبرع من الدم فهو من الخصال الحميده التي وصانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، على ان نكون نتضامن مع بعضنا وتكون المحبه فيما بيننا، وان الانسان الذي يتبرع بدم انه يتفكر انه يكون ياخذ الاجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى، ويكون منقذ زي مثلا ينقذ اخوه او امه او اخته، فهذا الدليل على المحبه. الجامعة.